انا معايا دلوقتي الاستاذه فريده محمد، رئيس قسم البرلمان في روزا اليوسف. استاذه فريده، لو انت معايا، مساء الخير. مساء النور، اهلا بحضرتك استاذ اهلا وسهلا. عمرو والساده المشاهدين. يمكن احنا بنتكلم النهارده ان احنا يعني في يعني فصل تشريعي جديد ينبئ عن انه فصل سيكون ساخنا سياسيا، والاداء اللي يعني احنا شايفينه بقالنا يعني كام جلسه كده، الجلسات الاولى بيبرهن ويعكس ذلك اللي احنا بنقوله. النهارده ايه اللي حصل تحديدا؟ ايه ابرز مشاهداتك النهارده في البرلمان، لا سيما ما يتعلق بالانتقادات الحاده التي وجهت الى الاستاذ اسامه هيكل وزير الدوله للاعلام؟ خلينا نقول الأول يا أستاذ عمرو إنه العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تشهد شكل جديد خلال هذا البرلمان. نحن إذا برلمان يطالب الحكومة بتقديم كشف حساب لمجلس النواب وتقييم للأداء خلال المرحلة السابقة، بالإضافة إلى عرض خطة مستقبلية يستطيع من خلالها المجلس أن يقيم أداء الحكومة خلال المرحلة المقبلة. كشف الحساب اللي بتقدمه الحكومة واللي بدأ من أمس بيعتمد على طرح الإنجازات التي تمت خلال المرحلة السابقة والخطط المستقبلية لأداء الحكومة في كافة القطاعات والمستويات، ثم بعد ذلك سيتم إحالة هذه التقارير أو عرض هذه أو صياغة التقارير نهائية للعرض على الجلسة العامة تتضمن توصيات للحكومة أيضا. تمام. طبعا في ضوء ما نتحدث عنه يمكن في هذا البرلمان ومنذ اليوم الأول شهدنا تقديم استجوابات، أو اليوم تم تقديم الاستجواب الثاني للحكومة، وطبعا حضرتك عارف انه الاستجواب من الادوات الرقابية المستخدمة في المجلس لما بيكون في اتهام للحكومة اتهام حقيقي للحكومة بيحمل ادلة، ولكن مناقشته بتعتمد على فكرة اولا دراسة الاستجواب او عرض الاستجواب على هيئة مكتب البرلمان المكونة من الرئيس والوكيلين، ثم بعد ذلك بيتم دراسة الادلة او اسباب الاتهام، ثم بعد ذلك تحدد هيئة المكتب ما إذا كان هذا الاستجواب يرقى إلى مستوى العرض على الجلسة العامة أم لا. بعد أن تحدثنا عن أن هناك كشف حساب، يمكن لو لاحظنا من أمس واليوم وكان هناك اتهامات حقيقية لبعض الوزراء، والوزراء في حقيقة الأمر حضروا وردوا على النواب خلال الجلسات العامة. يمكن لو هنتكلم يعني وزير التموين بالأمس تحدث كان يواجه اتهامات بأن هناك يعني بعض المشكلات في بعض القطاعات والفساد في بعض القطاعات، وهنا تحدث الوزير على أنه لن يسمح بأن يحدث هذا وأن الأمور كلها يتم إحالتها إلى التحقيق حال أو للنيابة حال وقوع أي وقعة فساد. اليوم الحقيقة ايضا كان هناك يعني بعض الاتهامات التي تحدث عنها النواب خلال الجلسه العامه اثناء حضور السيد وزير الاعلام. طبعا النواب طلبوا الوزير ب يعني في بدايه الجلسه ب يعني طبعا تحدثوا الاول عن مطالبه بالغاء الوزاره، وبعضهم تحدث عن فكره انه يجب ان يقوم الوزير ب يعني عدم الجمع او ان هناك مخالفه بالجمع بين كونه وزير الدوله للاعلام وكونه رئيس مجلس اداره مدينه الانتاج الاعلامي وعضو المنتدب، لكن في حقيقه الامر الوزير طبعا رد على هذه الاتهامات وقال ان بقاؤه وزيرا للاعلام من عدم هو قرار القياده السياسيه، وتحدث عن ان فكرة الجمع بين وظيفة وزير الدولة للإعلام وطبعا أنه ليس مساهم في مدينة الإنتاج الإعلامي، وطبعا زي ما حضرتك عارف أنه فكرة يعني هناك يعني القانون ينظم فكرة أن عضو مجلس النواب لا يكون مساهم في أحد الشركات أو إلى ذلك، قال أنا لست مساهم في أو لست عضو مساهم في المدينة، ولكنني فقط أقوم بوظيفة محددة وقررها السيد رئيس الوزراء لاستكمال بعض المشروعات التي كانت قد بدأت في. طب أستاذة فريدة، عفوا، يعني الاتهامات لوزير الدولة للإعلام كانت من مين؟ يعني من نواب معارضين، من نواب حزب مستقبل الوطن، من مين تحديدا؟
طبعا يعني الحقيقه من كافه القوى السياسيه او من بعض القوى السياسيه، يعني يمكن كان هناك من التنسيقيه، كان هناك نواب من حزب مستقبل وطن، ويمكن كان النائب اشرف رشاد رئيس الاغلبيه في حزب مستقبل وطن، تحدث عن فكره ضروره عدم الجمع بين كونه وزير الدوله الاعلام وطلبه ايضا بالرغم وبعض النواب ايضا انضموا في هذا الطلب برفض المبالغ الماليه التي حصل عليها، لكنه تحدث عن انه وحينما رد الوزير وقال ان بقاؤه في مكانه في يعني كعضو ورئيس مدينه الانتاج الاعلامي، قال انه هذا قرار السيد رئيس الوزراء، ورد النائب اشرف رشاد رئيس حزب الاغلبيه متحدثا عن ان رئيس الوزراء لم يتخذ هذا القرار. في نهاية الأمر نتحدث عن أنه هناك مساءلة حقيقية في الحكومة. ونفس أيضا يعني نفس درجة الدكتور خالد، المساءلة كانت يعني موجهة أيضا للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي. بالفعل، وطبعا يعني قبل ما ننتقل لملف وزارة التعليم العالي، كان هناك مطالبة بمواجهة إعلام المغرض في الخارج وأن يكون هناك تصدي له، وطبعا إنه الدولة، وطبعا الوزير تحدث عن فكرة إنه الدولة المصرية، أو أن طبعا لما تحدث البعض عن أنه هناك أزمة بين الوزير وبعض يعني بعض القائمين على وسائل الإعلام، هو نفى هذا الأمر وقال أنه مستعد للحوار مع الجميع وأننا لا نواجه عدو في الداخل انما نواجه العدو في الخارج، وان واجب ان نجتمع جميعا لمواجهه هذا العدو. وطبعا هم راوا ان وضع اداء الاعلام غير مرضي، وهو قال لهم ان ايضا اداء الاعلام لا يرضيه. بالنسبه للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حضر الى الجلسه العامه اليوم وتحدث عن طبعا عرض خطه عمل الانجازات التي تمت خلال المقبل السابقه، وتحدث عن الاستثمارات في مجال التعليم وانها بلغت ما يقرب من 151 مليار جنيه، وتحدث ايضا عن الانجازات التي تمت من المستشفيات الجامعيه في مواجهه وباء لعين فيروس كورونا طبعا، ووجه تحيه للاطقم الطبيه، ولكن طبعا وجه بعض الاسئله التي لها علاقه بالجامعات الخاصه وفكره ان التنسيق احيانا في الجامعات الخاصه غير شفاف ولا يتميز بتكافؤ الفرص. وهنا كشف الوزير عن خطه فكرة التنسيق الإلكتروني، أو أنه سيكون هناك لجوء إلى فكرة التنسيق الإلكتروني، لأن وقال تمام. أن فعلا بالفعل بعض الجامعات الخاصة يعني قد توافق على يعني الطلبة أصحاب مجموع أقل من طلبة أكثر منه في المجموع بمعايير غير متكافئة. وهنا قال تمام. الوزير أن التنسيق الإلكتروني هو الذي سيحقق فكرة العدالة والشفافية وتكافؤ يعني الفرص. يعني طبعا باختصار كده يعني يا استاذه فريده، كان يوم عاصف النهارده في مجلس النواب. فعلا كان يوم عاصف في الجلسة العامة، ويمكن هيبقى وكان اكثر سخونه لما يجي وزير قطاع الاعمال الدكتور هشام توفيق يوم الخميس على ما اتصور يعني. فعلا وزير قطاع الأعمال سيحضر يوم الخميس، وهناك العديد فعلا من الأسئلة وطلبات الإحاطة. هنا المجلس بيقوم بتنفيذ الأداء أو باستخدام أنيابه زي ما بيقولوا والأدوات الرقابية، سواء الأسئلة أو طلبات الإحاطة والاستجوابات. نعم. وأعتقد أنه الوزير الأعمال ستكون يعني الجلسة ساخنة نظرا لفكرة تقديم استجوابات والعديد من الأسئلة وطلبات الإحاطة التي نعم. يعني من الأمس واليوم بعد إلى رئيس البرلمان، ورئيس بشكرك. البرلمان تحدث عن أنه بالفعل وصلته عدد كبير وعدد كبير من الأسئلة وطلبات الإحاطة سيبت فيها لاحقا وتمهيدا لعرضها على الجلسة العامة. شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل الأستاذة فريدة محمد رئيس قسم البرلمان في روز اليوسف، اللي ادت لنا صورة عن ايه اللي حصل النهاردة في مجلس النواب. وبالفعل كان يوم عاصف، ويبدو انه الحراك السياسي البرلماني سيظل يعني قائما في المجلس. يبدو انه هناك دماء جديدة ضخت في المجلس، مجلس النواب، وبالتالي ده انعكاس طبيعي ومنطقي لوصول هذه الدماء الجديدة إلى مقاعد البرلمان وتحت قبة المجلس.